الحاجة التانية برضو اللي عايزين نتكلم فيها معاكم هي فكرة الفن. هو الفن كان فين وقتها؟ الفن الحقيقة كمان حصل له انتعاش بعد 73، بدأ كمان يقدم عدد من البطولات في عدد من الأفلام، يقدم مثلا عدد، يعني مثلا مسلسل رأفت الهجان هو امتداد في الثمانينات أيضا بعد فترة من الاستقرار، تم فتح الملفات المخابرات العامة ويطلع رفعت الجمال كجاسوس وما قدمه أيضا لهذه الحرب، وشفناه من خلال مسلسل عظيم، شفنا أفلام كتير، شفنا مسلسلات كتير، شفنا مثلا فيلم الممر اللي قدمناه من سنتين، وإزاي الفيلم ده قدر يتكلم عن الحقبة المهمة اللي هي قبل النصر، اللي هي أهلت للنصر، شكل المجتمع، شكل الجيش، شكل الناس، كل ده كان الحقيقة بيمهد تمام. مصر كلها كانت بتعمل من أجل نصر كبير جدا. خلينا نروح يعني وإحنا في أيام النصر نروح إلى الإسكندرية. انطلق بالأمس طبعا في عروس البحر المتوسط الإسكندرية افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، وطبعا هذا المهرجان مهرجان دولي وله شعبية كبيرة، وهذه هي الدورة رقم 38 برئاسة الناقد الفني أمير أباظة، وطبعا حملت اسم الفنان محمود حميدة. عدد من الفنانين الحقيقة شارك وعدد من التكريمات. خلينا نروح إلى الإسكندرية لنشاهد معكم هذا التقرير، وبعد هذا التقرير فاصل قصير وأستكمل معكم أيضا ذكريات وأحداث وحكايات للنصر العظيم. أرجوكم ابقوا معنا. الحمد لله افتتاح موفق والناس كلها مبسوطة، وأنا قصدت أن الناس تضحك وتبتسم، وقلت اضحك للسينما، والنهارده كنت قاصد ان كل اللي حصل على المسرح ده كان مقصود ومترتب، والحمد لله خرج بالصوره اللي كان يعني كنت بتمناها. يعني دوره الاستاذ محمود حميده، والاستاذ محمود حميده واحد من اهم نجوم السينما المصريه في ال 35 سنه اللي فاتت، عمل 63 فيلم فيهم افلام من اهم 100 فيلم في تاريخ السينما، انتج للسينما، يعني زي ما قلت انا في المسرح خد فلوس السينما حطها في السينما، عمل مجله الفن السابع وصرف عليها كتير قوي، وهي واحده من اهم المجلات السينمائيه، ما كانتش اهم مجله سينمائيه في تاريخ مصر يعني او تاريخ الوطن العربي كمان. كانت فرصه هائله جدا بمستنيينها سنين طويله ان يتم الاهتمام بالكوميديا واهميتها وعمق مدلولها من خلال المهرجان ده، شيء رائع جدا ما حصلش قبل كده ابدا يعني. النهارده اخذت المركز الاول كافضل سيناريو في مسابقه ممدوح الليسي للسيناريو اللي بيقيمها مهرجان اسكندريه السينمائي لدول البحر المتوسط. كانت مفاجاه بالنسبه لي، ما توقعتش بصراحه انه الجائزه الاولى كمان على 35 سيناريو، لكن بفضل الله كانت مفاجاه ليا ان يختارني المخرج هاني لاشين والسيناريست الكبير عاطف بشاي والمخرجة العظيمة هالة خليل، فكانت مفاجأة ليا بصراحة. أنا سعيد بفكرة نكرم الكوميديا، سعيد ايضا بالاسماء اللي شفناها على المسرح والاسماء اللي غابت عننا لكن موجوده في وجداننا من الكبار المبدعين. تكريم دنيا كان تكريم موفق جدا من اداره المهرجان، يعني اختيار موفق. اتمنى انه العروض تنتظم، ومهرجان اسكندريه اصله ده يعتبر المهرجان الثاني في مصر، يعني بعد القاهره بسنتين ظهر الإسكندرية، ولا يزال مهرجان مهم، وأتمنى له يعني اهتمام أكبر بسينما البحر المتوسط.